صباح الخير منير عجم، بفيديو تاني عن إدارة المشاريع. الفيديو مستقل بس شوي مرتبط بالفيديو السابق اللي سجلناه. بالفيديو السابق سجلنا عن موضوع مشروعين اللي عم بيصير فيهم تأخير وإمكانية الإمباكت تبع هيك مشاريع. هلا من وراء هالمشروعين وبعض البوست اللي حطيناهم على السوشيال ميديا عم بصير دسكشن حول كلمه اوفر بادجت. يعني هون بدنا نضطر نستخدم شويه تعابير باللغه الانجليزيه لانه بالعربي ترجمه قد تختلف. الفكره انه شو الفرق، يعني هذا هو يمكن التركيز الاساسي تبع هالفيديو. بالمناسبة حنحط لينك بالكومنت لبلوغ ارتيكل اللي هو مكتوب عن هالموضوع، سواء اذا حدا بيحب يقراه بالانجليزي كارتيكل موجود كبلوغ، وهذا الفيديو بالعربي تيساعد كمان اللي بحب يستمع بالعربي اكتر. تركيز هالفيديو والبلوغ هو على موضوع الفرق بين كلمة over اما under budget و over اما under run. هلا بالطبع مين مش كل الشركات والمؤسسات بيستخدموا هالتعبير، بس لما بنستخدم كلمه اوفر بادجت ولا اهيد اوف سكيدجول ولا بيهايند سكيدجول ولا ديليد، هالتعبير ماذا تعني بمعناه؟ خلينا اول شيء بدي اشرح كم شغله قبل ما نوصل للتمييز بين الاثنين. بالشركات اللي بتحترم حالها، لما نقول كلمة شركة بتحترم حالها معناتها مش مقصود إهانة حدا، بالعكس بنعتذر إذا في أي إهانة، ما في أي إهانة موجهة. الفرق لما نقول كلمة اللي بتحترم حالها المقصود فيها من منطق إدارة المشاريع، عند نظام إدارة مشاريع متكامل ينفذ يتبع بيتم تطويره بصورة دائمة. يعني هذه الorganization عندها higher level of project management maturity، يعني the practice تبع البروجكت، ممارسات إدارة المشاريع بهالمؤسسات تعتبر هي بطبع جيدة جدا إذا مش ممتازة. هذا المقصود لما بنقول الشركات بتحترم حالها. بطبع كل الشركات مهمة ولها احترام وتقدير، بس مش كل الشركات اليوم عم بتمارس إدارة المشاريع بطريقة صحيحة. أوكي؟ ما بعتقد في لزوم نعتذر عن هالشي، هذا واقع له أسبابه. بعتقد بفيديوهات سابقة تكلمنا عن كتير هالمواضيع المختلفة. اليوم نرجع لموضوعنا الأساسي. بالمؤسسات التي عندها نظام وتمارس إدارة المشاريع حسب منهجيات علمية ونظام متكامل، في شيء اسمه عندنا estimating، في شيء اسمه budget. شو نبلش نميز بين الاثنين؟ هلا أول شيء كلمة estimate هي تقدير للكلفة، دراسة كلفة المشروع على مدى حياة المشروع حسب المنهجيات المتتبعة. مثلا بالمشاريع عم نحكي نحن بالكابيتال بروجكت، يعني الإنشائية الهندسية، بالقطاع النفطي، بالقطاع العمار، بالقطاع الصناعي، عادة عندنا نحن شيء بنستخدم على الأقل 3 estimates. يعني أول estimate نعملها دراسة تقدير الكلفة وجه جدول الزمني. لما نستعمل كلمة estimate عم نقصد 2، عادة خلال دراسة الجدول، بعدين خلال تطوير الفكرة والدراسات وتحديد المتطلبات وتحديد التفاصيل المشروع ممكن نعمل دراسة تانية إلى أن نصل إلى التفصيل، أما preliminary engineering، أما الخطة التفصيلية للمشروع، تفاصيل المشروع، المواصفات الكواليتي والسيفتي، بيكون صار في دراسة كاملة للمشروع قبل عادة نعمل شيء أسمت نسميها class 3. تسميتها تختلف من مؤسسة لمؤسسة، وعلى أساسها بتصير الموافقة النهائية على المشروع إذا بطبع البروجكت أونر بده يوافق على المشروع. هذه بالميثودولوجي تبعنا، وبالبلاغ حاطين صور. هي تعتبر كلاس 3 أسمت معمولة قبل ستيج جيت 5 اللي هي على أساسها بتتم الموافقة النهائية. هلأ هذه أسمت، كلمة أسمت by definition an approximation، yeah, is not actual cost، ما عنا قدرين نكون دقيقين لهالدرجة. So هيدي الاستمت اللي بتستخدمت، الاستمت الثالثة اللي بتستخدم بإدارة المشاريع للموافقة النهائية
عادة بنسميها نحن semi definitive budget, appropriation budget, أما request. لما بتم الموافقة ما بنعود نستعمل كلمة قسم, بنصير نستعمل كلمة budget. كلمة budget إلى حد ما بتاعت مقصود فيها إنه في عنا approved budget, okay, يعني عنا ميزانية معتمدة للمشروع. طيب لما الشركة أما البروجكت أونر عم بوافق هالمشروع, تنقول المشروع حنا نضرب أرقام عالية لأنه كنا عم نحكي هاليومين عن مشاريع العيل الضخمة الميجا بروجكت. إذا عندنا مشروع مليار دولار, عادة الشركات لما بتوافق على المليار دولار بيكون عندهم هني حسب نظامهم بإدارة المشاريع والبوليسيز والجايدلاين تبعهم, في عندنا رينج. هالرينج بالطبع ممكن يكون بلس أو ماينس 5%, بلس أو ماينس 10%, maybe minus 5% plus 10 حسب خبرة الشركة وحسب المعلومات اللي عندها بناء على تاريخها وتاريخ تنفيذها مشاريع. هون بالطبع تنقول نختصر الموضوع لأنه بالبلوغ مستخدمين plus or minus 10%. تنقول مشروع مليار دولار والمشروع تمت الموافقة عليه على أساس أنه مليار دولار, بس بالفينانشال موديل اللي بيكون معمول بالشركة لما يكون في حسابات الربح والخسارة والبريك ايفن بوينت والريتيرن اون انفستمنت, لازم يكون على الاقل معتبرين انه هالمشروع ممكن يخلص بين بلس اور ماينس 10%, يعني حيكون بين 0.9 بليون دولار ل 1.1 بليون. هذا يعتبر نورمال براكتس, يعني تقريبا يعتبر مستحيل ان المشروع يجي اكزاكتلي بمليار دولار, دائما حيكون في رينج. هذا الرينج يعتبر بالشركات اللي بتحترم حالها again عندها mature systems and project management انه هذا رينج يعتبر من 0.9 لل 1.1 بليون دولار acceptable parameter. وهذا الرينج اللي يعتبر يعني نستخدم بعض terms من الكواليتي مانجمنت, يعني ممكن يكون مثل upper and lower control limit, هاودي بيكونوا موجودين للأسمت. هل هالشي معناتها ان كل المشاريع المؤسسة حيكونوا بين بلس أو ماينس 10%؟ أكيد لا. عادة بعض الشركات اللي عندها نظام مميز بيعتبروا تقريبا 95%, يعني 2 سيجما, إنه من مشاريعهم لازم تخلص بين بلس أو ماينس 10%. So لما نكون عندنا نحن budget, approved budget لهالمشاريع العملاقة, عادة عندنا بلس أو ماينس, يعني أي مشروع بتنقول كان 95% بنعتبره under budget. هذا بعض الشركات, هلا مش كل الشركات عم بحكي, انا هذا انا بناء على خبرتي مع بعض الشركات اللي عملت معها بنسميها under budget. واذا مشروع فوق ال100 يعني 104 105 106 بنعتبره over budget, لانه البادجت الابروفد هي مليار, بس بالفاينانشال ستيتمنت عندنا الرينج, ما تنسوا هالرينج الموجود اللي حكينا عنه. معناته نحن تكنيكلي سبيكينج كل شيء هالمشروع إدارة فريق المشروع ما في عندنا شغلات استثنائية عم بتصير على المشروع, عزمة عالمية, حرب, لازم المشروع يخلص مع الأقل 95% من مشاريع المؤسسة يخلصوا بلس أو ماينس. كل شيء المشروع هو بين 90 و110, يعني معناتها جيد المشروع عم بيتم بناء على البوليسي والجايدلاين والبارامتر تبع نظام إدارة المشاريع بالمؤسسة. ممتاز. طيب شو هو كلمة run بدل ما نستعمل كلمة budget, بنستخدم over run ولا under run؟ عادة بهالشركات أي مشروع بيخلص تحت 90% بنسميه under run, نستخدم كلمة هون لأنه ما يتخرج عن ال upper وال lower control limit, وأي مشروع بيطلع فوق 110 نعتبره over run. هلأ هذا شو معناته بعض الشركات, مثلا أحد الشركات تعتبر أنه إذا المشروع over run يعني عم بيطلع فوق 110 ممنوع ساعتها هون مدير المشروع مجبور يوقف, ما في يكمل بالمشروع مجرد ما يكون في عندنا forecast, مش الاكشوال cost, مجرد ما يكون عندنا forecast أنه المشروع حيتعدى 110%, هون الإدارة العليا بتتدخل ومفترض يصير عندنا نحن يا أما توقيف المشروع يا أما بنطلب supplemental funding اللي هي ممكن تجي من شيء اسمه management reserve ولا من financial reserve كمان حسب نظام الشركة. يعني معناتها نحن هون عم نقول كلمة الـ فينا نستخدم نحن, يعني أنا هستخدم كلمة بين 90% بين 90% ل100% بنسمي المشروع under budget, بين 90% وال110 بنسميه over budget, تحت 90 بنسميه under run,
فوق 110 بنسميه اوفر ران. هلا في شركات بتحب تسميه انه اوفر بادجت فوق 110، هذا هون كل شركه والمؤسسه ممكن تسمي اللي بدها اياه كتسميات. هلا خليني اختم هون بموضوع انه احيانا دائما بنسمع من بعض المؤسسات خاصه الاكزيكتيف اللي ما عنده الخبره باداره المشاريع، ولا المؤسسات اللي ما فيها نظام اداره مشاريع فعلا فعال ولا واضح ولا مفهوم، ممكن نسمع الاكزيكتيف بيقولوا بدنا هالمشروع يخلص اندر بادجت اون بادجت اور اندر بادجت اوكي اور اهيد اوف سكيدجول اور اون سكيدجول، اما ضب لك شكوك عبيتك. اكيد مش حيقولوا هيك هني، بس انه بشكل عام لما بيكون في مؤسسات عم بتصر على موضوع انه لازم يكون المشروع اندر بادجت والمشروع اهيد اوف سكيدجول، لهون رح يصير هذا خطر كبير. حيصير شيء اسمه سيرفايفل انستينكت عند مدير المشروع وفريق الاداره، وعاده هالمشاريع حتى بالنهايه لما تخلص حتكون كلفت اكثر من اللازم واخذت وقت اكثر. مش حوضح هالفكره هلا لانه صار مرق وقت منيح بهالفيديو، مستقبليا نحكي بالموضوع اكثر، بس نرجع نركز انه نحن هون الهدف دائما بالمؤسسات انه المشاريع ننفذها بناء على هالرينج اللي محدد من ضمن المؤسسات، اللي هي بيكون محدد بناء على خبرات وعلى هيستوريكال داتا وعلى الكوربريت اورجانيزيشنال ريكورد وعلى دراسات واحصائيات وبنش ماركينج من المشاريع السابقه. طبعا عم نحكي اذا شركه ومؤسسه كبروجكت اونر صار لهم زمان عم يشتغلوا كاداره مشاريع. سو نحن اللي بدنا اياه دائما باداره مشاريع نحقق اهداف المشروع، معناتها لما بنكون نعتبر شيء اسمه project management success، معناتها اذا المشروع كان بين 90% و110% معناتها المشروع من ناحيه اداره المشاريع مشروع ناجح، واذا اقل من 90% ولا فوق 110% من منظار dimension تبع نحن بالعنا success model في الفور dimension، واحد منه project management success، معناتها المشروع اللي تحت 90% والفوق 110 من البروجكت مانجمنت سكسس دايمنشن يعتبر مشروع فاشل، حتى لو اقل من 90% معناتها صار في خطا كبير، الا بالطبع اذا في لنا عوامل خارجيه بالطبع ممكن تكون ادت الى هالتاثير الغير متوقع. غير هيك اذا الامور عاديه والامور طبيعيه اي مشروع تحت 90% لازم تدرس اسباب الاندر ران تبعه لانه صار اندر ران ما بقى انه اندر بادجت، واي مشروع فوق ال 110% لازم كمان نسوي دراسات دقيقه لنعرف ليش اسباب الاوفر ران. الى اللقاء.